بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك على جميع المسلمين. أهلا وسهلا جميع المتابعين، كل عام أنتم بخير. نسيج اليوم جايتني هلأ طيور على الطريق، ثانيات تشكيلة، بدهم بكرة بعد بكرة إن شاء الله بلك يوصلوا. هذا فيديو قبل ما يوصلوا. أحلى شباب، الله يتقبل طاعتكم، حياكم الله جميعا. هدول فراخ مخاليف، هدول راحات بدي يروحوا على سوريا على ادلب. هدول الفرخين طبعا لسه ما مخلصات فكاك، فكات ريشتين بس، ريشتين، وهذيك لسه ما وفرت ريشه، يمكن واحد ريشه وواحد ريشتين، ساعتهم صغار. شوفكم ان شاء الله ترجع على الوطن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي اول فرخ ريحاني بيطلع عنا، هذا هذا مسود اسود، اخونا المسود من كم يوم طلعناه قرقاطي، بس صار نصيب من اخونا مسود الازرق من كم يوم طلعته، كان بالفيديو السابق، صار من نصيب صديقنا، الله يبارك له فيه ان شاء الله. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العظيم. تع 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 تع. طالع عنا فراخ بس كلهم راح نصورهم، بس يطلعوا يصيروا كبار يطلعوا لبرا نصوره، لأني كل اللي صورناهم سابقا أكثرون يعني خسرناهم، هلا ان شاء الله بس هيك يكبروا يصيروا مثل هدول يطلعوا لبرا. هلا شايفين هدول، هذا فرخ وهدول فرخ بس اكبر منه ببطن، هو هذا واخوه معه، هدول اثنين فراخ وهذا لحال. هي فرخ الطيره، هي انتي، هي اخوها مسود ازرق قرقاطي من كم يوم كنت صورته اخر فيديو له، بالفيديو حلو طلع. هي اخته السوداء، في فرخ مسود اصفر هذا طلع عنا، وفي فراخ هذوك اللي طلعوا صاروا من نصيب اصدقائنا، وفي تفقيسات جديده يعني بس لساتهم صغار هيك، فما نحسن نصورهم لحتى يطلعوا يكبروا شوي نطلعهم كلياتهم ان شاء الله. في عنا دفعه ان شاء الله هيك، الله يفرح لنا البركه لنا ولجميع المتابعين والمشاهدين. اهلا ومرحبا جميع الاخوه، كل من اشترك للقناه من جديد اهلا ومرحبا، حياكم الله. بدك تعذروني يا شباب، والله يعني في بعض الاصدقاء ما بيعرفوا، في ناس تعرف يعني، عدت علي ازمه صحيه من فتره، عملوا لي عمليه يعني شالوا لي شوي من الرئتين، قصوا لي الرئتين وعملوا لي عمليه، فلا لا الحمد لله عم بتتعافى الرئتين، و يعني بس في معنا شوية هيك مشاكل بالأعصاب باليدين اليمنى، فحتى التعليقات على اليوتيوب أو على أي تواصل ما يعني ما فيني هلا يعني أرد وأعلق وكذا، هلا حتى حامل الهاتف بيدي اليسار، والحمد لله رب العالمين.
عم استنى هيك عم تعالج بكره بعد بكره عندي جلسه رنين مغناطيسي وعم تعالج باذن الله تعالى ان شاء الله هو يشافينا ويعافينا ويشافي جميع مرضى المسلمين كل متابعينا حياكم الله ان شاء الله ما تشوفوا اشخاص. بسم الله ما شاء الله طلعت عنا كمان قراقطه طلع عندي هي انثي وهذا اخوها ابيض عيونه قراقطه صفر بس جده عجمي ابيض شايفين هدول هدول كمان فراخ معنا حلوات جميله هدول زوج طلعوا ولا في اخوتهم اصغر منهم سبحان الله بدنا نشوفكم اياه وين هون بس جوا هدول اخوتهم اصغر منهم شوف سبحان الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله الله يطرح البركة يا رب الله يبارك لنا ولكم جميعا اهلا ومرحبا اخوتنا اصدقائنا كل مين متابعنا يشاهدنا حياكم الله جميعا كل عام وانتم بخير وان شاء الله انتظرونا بس يوصلوا الطيور جايتني هلا تشكيله شاميه شوكولاتيات عجميات بيض رواحنه جاي طيره بايمليه ما بعرف بتوصل ما بتوصل كانت تعبانه شوي وجايتني بغداديات مقرقطات كمان قرقطة الحمد لله تشكيلة واسعة بفضل الله عز وجل إن شاء الله راح توصل عن قريب بإذن الله شباب في هذا القرقاط الأبيض شايفينه جميل جدا جميل جدا بس سبحان الله صار يبك الأرض يعني ما يطلع طيرة بصير للكش هذا الأبيض جميل بس ما عم بيعطيني حاله عيونه جميلات جدا جدا أي حدا يعني بده إياه هذا الفحل لأني بصير بس للكش عم يبك الأرض يعني ما رح يبك الطيرة في هاد وفي هذا كمان قرقاط كتير حلو بس طلعت له كمان حبة بالمجاري التنفسية وأنا عندي روحان ورجعان على المستشفى وعم بعالجه إذا حدا له مصلحة بهذا الفحل وهذا الفحل أبيض هذا الفحل هذا بيصير للكش شايفين بس يقدم لي عيونه ما أجمله سبحان الله هذا جده عجمي وخشن يعني موهبة هذا الفحل وهذا الفحل وينه؟ شوفتكم اياه وين؟ ابو الخلاخيل الحمر هذا فيه طلعت له حبه بالمجاري التنفس هدول اللي له مصلحه فيهم بده اياهن هدول مجانا يعني هديه فحله وفي هذا المصري الاحمر ذكر كمان ماله طيره حرام ها ومسود الاصفر هذا مسود اصفر لساته فرخ اللي لازماته يخبرني ويجي ياخذه بلاش هدول هديه ان شاء الله اهلا وسهلا تحياتي لكم احلى شباب هذا شايفين الفحل الابيض بس ببك الارض يعني بصير للكش جميل 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 جدا وجهه حلو وحلو كتير والله هيك يطرح النصيب اربع طيور في هذا مصري احمر ومسود اصفر وقرقاطي ابيض وقرقاطي ثاني هذا شايفينه هدول اللي بده اياهن يخبرني ان شاء الله الو اهلا ومرحبا جميع الاخوه هي انكسرت امس واحد طلب من طيره سبحان الله قمت على القفص بوتي طلعت مكسوره ما عندي غيرها فجبرتها والحمد لله مشي حالها ولا جايتني دفعة جديدة من أقوى البزر عنا بسوريا جايتني يعني إن شاء الله طيور لأني في عندي طيور أخذتهم هون وشايفين أنتم ما اشتغلت ضلت عندي صار لها سنة سنة وشوي وما اشتغلت ف
فراح نستبدل اللي ما بيشتغل طبعا حتى بيعان ما راح ابيعه، راح نتخلص منه يعني، لاني خلص ما راح يلي لا ينتج ولا ما في منه اي فايده، فراح نبدلهم. بدلنا التطبيقه كامل يعني، الحمام مع الشحينه مع العالم اللي اشترينا منه مع كل هيك، لحتى الله يشوف يعني العطل من وين بيكون. يعني جزء ما لنا نصيب من هالعالم هاي اللي اخذنا منه، يكون لنا نصيب عند ناس تانية، فالله يرزق الجميع، كل مين له قسمته ونصيبه ورزقته من الله عز وجل. الحمد لله انا راضيان بفضل الله، من اللي ما اشتغلوا حتى بيعان ما ببيعون، اصحابهم بده اياهن يجي ببعث له اياهن، بس لا يبيعون ولا كذا. بس احسن شيء التخلص منه، لاني انسى اعطيت لواحد رواح ريحاني ما بيشتغل، تاني يوم حاطه للبيع، فلا حرام ينضروا الناس. طبعا تخلص اللي ما بيشتغل على التخليص. هلا في مسودة شامية هون، في مسودة هي اشتغلت بطن واحد ولا هلا مرضانة، وفي مسودة هون شامية كمان من اجمل البزر. هاي سبحان الله. هلا بدها تجيني تطبيقها تنشوف فرج الله. في طيور هاي ما اشتغلت، في مصريه مسوده، في كم جوز وما بيشتغل عم تخلص منه، اللي بيشتغل بنخليه، والحمد لله اللي لنا فيه قسمه ونصيب الله يطرح لنا فيه البركه، واللي ما لنا فيه نصيب ما لنا نصيب. الحمد لله. احلى شباب تحياتي لكم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله انتظروني كم يوم بما يوصلوا طيور يعني الدفعه الجديده، تشكيله جديده، وعم نطالع كمان من هون في طيور يعني عم نجهزها مشان يعني نستبدلها بغيرها، عم نطالع ومنجيب ان شاء الله. وهيك الله يقدم لنا الخير والبركه لجميع المتابعين، كل اخوتنا واصدقائنا، اهلا ومرحبا بكم، تحياتنا لكم جميعا. كنتم تشاهدون محمية الطيور الشامية في ألمانيا برلين، واللي عم شوفنا لأول مرة وحاب يشترك بالقناة أهلا ومرحبا بكم جميعا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.